عصام. إن شاء الله الحريم اتفقوا بين بعضهم على كتب الكتاب والعرس والذي منه. والله شو أبو عصام؟ ما تجاوبني. لسه ما صار شيء زعيم. ما صار شيء؟ ليش الحريم ما راح لعندها؟ اسمح لي زعيم، بس يعني أنت عاطي خبر للجماعة أني أنا خاطب البنت منك. معلوم عاطي خبر. شو بكون يا ناس؟ احكوا. تعرفوا أنتوا هالحكي واللغمز واللمز هذا ما بحبه. الظاهر معناتها أمر البنت مو رايدة هجوازي زعيم. إي نعم، تركت حرمتي وبنتي الكبيرة والداية أمزكي حصة على الباب وما فتحت له شيء. شو هالحكي؟ أنا؟ والله يا من بكرة بكير بتروحي لعندهم وبتعتذري منهم، وإلا والله إلي تصرف تاني معك. فهماني؟